تمريرة إلى البرازيلي الآخر نيفز، نيفز يتأخر، نيفز يمرر، وصلت إلى يوسف، 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 الله يوسف السالم سجل بأقدام نواف العابد، يوسف السالم سجل الهدف السادس بأقدام نواف في لقطة كانت رائعة، لقطة كانت رائعة من يوسف السالم. في مثل هذه الأماكن المهاجمين لا ينظرون إلا للشباك، لكن يوسف السالم في اللقطة الماضية شاهد نواف العابد وفضل أن يعطيها الكرة كهدية من يوسف لنواف. شوف شوف التمريرة كانت ولا أروع من تياغو نيفيز، لكن هذه لمسة الهدف، هذه اللقطة الأجمل في هذا الهدف جاءت من يوسف السالم ليسجل يوسف السالم هدف بأقدام نواف، ويصبح الهلال حاليا بستة أهداف مقابل هدف واحد.